المراحل المبكرة من عمر 0 إلى 8 سنوات هم الأكثر عرضة والأكثر هشاشة والأكثر عرضة لتداعيات التغيير المناخي. اليوم نحن كهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة مشاركين في مؤتمر الأطراف COP28 لتسليط الضوء على هذه التحديات والتداعيات لتغير المناخي على هذه الفئة الهشة، وأيضا تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع اللي تقوم بها الهيئة لمواجهة هذه التحديات. منها عدد من المشاريع، أهمها هي شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم في مشروع التعليم الأخضر اللي أهل اللي من خلاله نحن ننفذ المشروع في الحضانات لتوفير الموارد هي الكفاءات في الحضانات في مجالات الاستدامة، وأيضا مشاريع أخرى متعلقة بجودة الهواء في الحضانات وتأهيل المناطق العامة في إمارة أبوظبي لجعلها أكثر صديقة للأسرة وتشجيع السلوكيات الإيجابية في مجالات الاستدامة من خلال خلق هذه المساحات بالتحديد في المناطق السكنية لتشجيع الأطفال والأسر على قضاء أوقات أكثر في هذه المناطق العامة. الأهل هم الأكثر عنصر فعال في حياة الطفل، كيف يسهم الأهل أو كيف على الأهل أن يسهموا في تحقيق توفير بيئة آمنة على الطفل بعيدة عن التغير المناخي الذي ممكن يؤثر عليه سلبا؟ فعلا بالإضافة إلى المدارس ورفع التوعية في المدارس يكون المنزل والأولياء الأمور والأهالي من أهم الفئات اللي تساهم في زيادة الوعي في مجالات الاستدامة للأطفال، وبالتالي ضروري أن حتى الأهل وأولياء الأمور يكونون واعين في هذا الموضوع وفي التداعيات السلبية عشان يساهمون في خلق مستقبل أفضل للأطفال. كيف تساهم الهيئة في جعل العاصمة أبوظبي كبيئة أكثر استدامة وآمنة على الطفل؟ هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أهميتها هي التعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعات الحكومية والخاصة لتنفيذ هذه المشاريع اللي تكلمنا عنها وتوسيع نطاقها، وبحيث أن تكون مستقبلا أبوظبي إمارة صديقة للطفل بالتعاون مع هاي الشركاء الاستراتيجيين.